أعلنت إدارة الطيران الباكستانية تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي، وقالت المصادر إنه كان على متن الطائرة 107 ركاب. إذن نتابع معكم هذه الصور الأولى لموقع الحادث، سقوط أو تحطم طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي. طبعا هذه المعلومات نقلا عن إدارة الطيران الباكستانية، أيضا أعلنت بأنه كان على متن الطائرة 107 ركاب. إذن هذه هي الصور الأولى لحادثة تحطم طائرة أثناء هبوطها في مطار كراتشي، طائرة باكستانية. مصادر قالت بأنه كان على متن الطائرة 107 ركاب. نحن في انتظار ربما تفاصيل أكثر حول هذه الطائرة، وجهتها إلى كان أين كانت، من أين كانت قادمة تحديدا هذه الطائرة، وإن كان هناك من نجا في هذه الحادثة، حادثة تحطم الطائرة الباكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي. معلومات تتحدث بأنه كان على متن هذه الطائرة 107 ركاب، في انتظار معلومات أكثر حول حالة من كانوا على متن هذه الطائرة. إذن هذه هي الصور الأولى لتحطم الطائرة. نرى هناك تصاعد دخان كثيف بعد تحطم هذه الطائرة. ليست هناك معلومات حتى اللحظة عن وضع وحالة الركاب. المعلومات تتحدث بأنه كان على متن هذه الطائرة 107 ركاب. إدارة الطيران الباكستانية أعلنت بأن هذه الطائرة تحطمت، وهي طائرة باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي. لا توجد حتى اللحظة معلومات من أين كانت هذه الطائرة، من أين كانت قادمة هذه الطائرة تحديدا، ولكنها كانت أثناء هبوطها تحطمت هذه الطائرة. معلومات تتحدث عن 107 ركاب. هناك تصاعد كثيف للدخان من منطقة تحطم الطائرة تحديدا. نشاهد هذه الصور، دعونا نتابع هذه الصور قليلا الآن. إذن ما زلنا نتابع معكم هذه الصور مشاهدين لحادثة تحطم طائرة باكستانية قرب أو أثناء هبوطها في مطار كراتشي. المعلومات المؤكدة حتى اللحظة نقلا عن مصادر رسمية إدارة الطيران الباكستانية، أعلنت بأن هذه الطائرة طائرة باكستانية تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي. أيضا المصادر تحدثت بأنه كان على متن الطائرة 107 ركاب. هذه صور أولى من لحظة ربما أو لحظات بعد تحطم هذه الطائرة. هناك تصاعد للدخان كثيف في هذه المنطقة تحديدا. لا توجد معلومات حتى اللحظة عن حالة الركاب، إن كان هناك قتلى أو جرحى، كيف يبدو الوضع، في انتظار بالتأكيد عن معلومات رسمية. ولكن هذه الصور الآن الأولى لتصاعد دخان كثيف أسود بعد تحطم هذه الطائرة. لا توجد حتى اللحظة، نحن في انتظار ربما معلومات من أين كانت قادمة هذه الطائرة، ما سبب تحطم هذه الطائرة، ولكن على ما يبدو بأن الأحوال الجوية كانت جيدة. من هذه الصور نتابع السماء صافية، ولكن هناك تصاعد للدخان الآن وهو نتيجة تحطم هذه الطائرة، طائرة ركاب باكستانية على متن حسب المعلومات المتوفرة الأولية كان 107 ركاب. دعونا نستمع قليلا. Thank you.
إذن مشاهدينا دعوني فقط أذكر ماذا نتابع الآن. نتابع على الشاشة هذه الصور الأولى قبل قليل لتحطم طائرة ركاب باكستانية. حسب المعلومات المتوفرة نقلا عن إدارة الطيران الباكستانية، تحطمت طائرة ركاب باكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي. المصادر تتحدث بأنه كان على متن هذه الطائرة 107 ركاب. لا توجد معلومات عن الجهة التي كانت قادمة منها هذه الطائرة. هناك معلومات أيضا نقلا عن وسائل إعلام تتحدث عن أن الطائرة سقطت بالقرب من منطقة سكنية مدنية، ووسائل الإعلام تتحدث عن تحطم أو تحطيم 4 منازل إثر سقوط هذه الطائرة. إذن الطائرة سقطت أثناء هبوطها في مطار كراتشي، ولكن على ما يبدو بأنها انحرفت قليلا. طبعا هذا في إطار الرصد والتحليل حسب المعلومات المتوفرة حتى اللحظة، نقلا عن وسائل الإعلام بأن الطائرة على ما يبدو انحرفت عن مسارها أثناء هبوطها في مطار كراتشي وتحطمت بالقرب من منطقة سكنية في مدينة كراتشي. هناك وسائل الإعلام تتحدث عن تحطم 4 منازل إثر سقوط هذه الطائرة. إذن ما زلنا نتابع هذه الصور الأولى وحتى ربما اللحظات الأولى بعد سقوط أو تحطم الطائرة الركاب الباكستانية. المعلومات تتحدث بأن عدد الركاب من كانوا على متن هذه الطائرة 107 ركاب. معلومات تتحدث بأن الطائرة تابعة للخطوط على ما يبدو الباكستانية، تتحطم أثناء هبوطها في مطار كراتشي بالقرب من منطقة سكنية. إذن وسائل إعلام باكستانية تتحدث بأن الطائرة كانت قادمة من مطار لاهور. إذن بعد المعلومات شيئا فشيئا تصل حول هذه الحادثة. إذن طائرة ركاب باكستانية كان على متن 107 من الركاب، تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي. الطائرة حسب وسائل إعلام باكستانية تتحدث بأنها كانت قادمة من مطار لاهور. حتى اللحظة لا توجد تفاصيل حول سبب هذه الحادثة، لماذا تحطمت هذه الطائرة الآن، ولكن معلومات تتحدث بأنها سقطت بالقرب على ما يبدو من منطقة سكنية. هناك حديث عن تحطم أو تدمير بعض منازل إثر سقوط هذه الطائرة. إذن ما زلنا مشاهدينا إذن مشاهدينا نتابع معكم الآن هذه الصور قبل قليل على ما يبدو المنطقة التي سقطت وتحطمت فيها الطائرة أثناء محاولة الهبوط في مطار كراتشي. نشاهد الآن هذه الصور كما ذكرنا قبل قليل بأن الطائرة على ما يبدو سقطت بالقرب أو في منطقة سكنية. أو هنا نشاهد في هذه الصور هناك تحطم لبعض المباني، العدد من المباني كما نشاهد من هذه الصور، حيث سقطت الطائرة في منطقة سكنية. هناك تجمع للناس على ما يبدو، قد يكون هناك عدد من الضحايا، نحن في انتظار معلومات، ولكن على ما يبدو بأن هناك من هذه الصور نشاهد تحطم وتدمير أو تحطم تحديدا عدد من المباني في هذه المنطقة حيث سقطت هذه الطائرة. هناك على ما يبدو محاولة لانتشال ربما من كان على متن هذه الطائرة أو من هو في هذه المباني إثر تحطم. هناك طواقم إطفاء في المنطقة، الدفاع المدني أيضا على ما يبدو متواجد في هذه المنطقة حيث سقطت الطائرة الباكستانية في منطقة سكنية. هناك تجمع للأشخاص نشاهد من هذه الصور، رغم بأن هناك بعض على ما يبدو الأتربة المتصاعدة، ولكن بعض المباني تضررت نتيجة سقوط هذه الطائرة. لا نستطيع تحديد بشكل أكبر
الضرر الذي لحق بهذه المباني ومن كان داخل هذه المباني أثناء سقوط هذه الطائرة ومن كان في الشوارع أيضا. المكان مكتظ مزدحم، لا توجد مسافة كبيرة لحد ما بين المبنى والمبنى المقابل. هناك عدد من الأشخاص في الخارج، نتابع من هذه الصور بأن هناك عدد من المباني ربما تضررت أكثر بشكل أكبر من غيرها. هناك فرق الإطفاء، الدفاع المدني، محاولة ربما لإخماد حريق لا ندري. هناك فقط تصاعد، ربما هذا أتربة تصاعد الغبار في المنطقة، أو ربما هناك حريق الآن، حريق نجم بعد سقوط هذه الطائرة. نتابع قليلا هذه الصور. إذن مشاهدين، ما زلنا نتابع معكم هذه الصور من منطقة حدوث أو تحطم طائرة الركاب الباكستانية التي كان على متنها 107 ركاب، منطقة سكنية. دعونا ربما يعني نأخذ التفاصيل التي وردت حتى اللحظة، ما نعرفه عن هذه الحادثة. طائرة ركاب باكستانية كانت قادمة من مطار لاهور، تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي. معلومات تتحدث بأن كان على متن هذه الطائرة 107 ركاب. الطائرة على ما يبدو سقطت في منطقة سكنية. هذه الصور من هذه المنطقة، على ما يبدو بأن هناك حريق، على الأقل من هذه الصور نشاهد بأن هناك حريق نشب في إحدى السيارات في الخارج نتيجة سقوط هذه الطائرة. هناك دخان، على ما يبدو أنه دخان متصاعد إثر هذا الحريق. لا ندري إن كان هناك حريق في إحدى المباني، ولكن هناك دخان، ربما هناك أيضا أتربة وبالتالي تصعب الرؤية قليلا ما الذي يحدث. ولكن هناك عدد من الأشخاص متواجدون خارج هذه البنايات. هناك أيضا تبعنا سيارات فرق الإطفاء والدفاع المدني، ربما في محاولة لإخماد هذه النيران وإخراج من هم على قيد الحياة بعد سقوط هذه الطائرة، سواء كان على هذه المباني. كما نرى من هذه الصور هناك مباني تضررت بشكل كبير أكثر من غيرها، والمسافة ما بين هذه البنايات كما نرى ليست بالواسعة، الضيقة نوعا ما. وبالتالي نحن في انتظار ربما تفاصيل أكثر، إن كان هناك من نجا من هذه الحادثة، وماذا عن من كان داخل هذه ربما المباني لحظة سقوط هذه الطائرة. معلومات تتحدث بأن الطائرة كانت من طراز إيرباص 320، كانت قادمة من مطار لاهور عندما تحطمت أثناء هبوطها في مطار كراتشي، ولكنها سقطت على منطقة سكنية وهناك تحطم للمباني. نحن في انتظار ربما معلومات أكثر عن إن كان هناك ضحايا من السكان في هذه المنطقة السكنية بعد تحطم هذه الطائرة. نرى من هذه الصور بأن هناك مباني فعلا تضررت أكثر من غيرها. هناك دخان، هناك أتربة، هناك سيارة مشتعلة، هناك نيران في إحدى السيارات، وبالتالي تصعب ربما الرؤية ماذا بعد هذه النقطة، خاصة بأن هناك دخان يتصاعد من إحدى السيارات المشتعلة. إذن هذه هي المعلومات وهذه هي الصور الأولية من المنطقة، منطقة سكنية حيث سقطت هذه الطائرة المدنية من طراز إيرباص 320. ربما نأخذ تفاصيل أكثر حول هذه الحادثة. ينضم إلينا من إسلام أباد الصحفي يوسف برماوي. سيد يوسف، أهلا بك معنا، ما التفاصيل المتوفرة حول هذه الحادثة حتى الآن؟ لا تزال القضية حديثة والمعلومات غير مكتملة، إلا أن ما جاءنا الآن أن الطيار قد اتصل بالمطار في كراتشي وأبلغهم بأن في الطائرة عطل ما.
قبل هبوطها بدقيقة واحدة، قبل موعد الهبوط بدقيقة واحدة. ثم لوحظ أن الطائرة قد هوت في منطقة تسمى مدى الكولوني قرب المطار، حي شعبي مسكون ومكتظ يسمى مدى الكولوني، هبطت هناك. كان على متن الطائرة حوالي 90 راكبا. إلى الآن لم تأتي معلومات هل نجا منهم أحد أو هل حصل مكروه لأي منهم. والبيوت التي سقطت عليها قربها الطائرة أصيب بعضها بحرائق، لكن لا نعرف عن مدى الضحايا إن كان هناك ضحايا أو لا. المعلومات كلها لا تزال جديدة ولا تزال تتوارى، وبانتظار المزيد من المعلومات. طيب سيد يوسف، ماذا عن تفاصيل يعني من أين كانت قادمة هذه الطائرة؟ هل توجد معلومات؟ نعم، هي كانت قادمة من لاهور إلى كراتشي، رحلة داخلية، رحلة داخل البلاد. طيب حدثنا أكثر ربما سيد يوسف عن ربما المنطقة الجغرافية، إن كانت لديك معلومات يعني هذا كراتشي المسافة التي يبعد منها هذا أو يعني هذه المنطقة وهذا الحي الشعبي المكتظ الذي سقطت فيه هذه الطائرة. مطار كراتشي هو نفسه القديم، يعني أنا كنت أسكن في نفس المنطقة سابقا عندما كنت في كراتشي وفي مدى الكولوني، هذه المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. فالمطار على الجهة الغربية من كراتشي يبعد حوالي 20 كيلومتر عن قلب العاصمة، عن قلب المدينة أقصد، وليس جديدا، يعني المطار قديم جدا وليس مشهور بحوادث أو مشهور بمشاكل. مطار تكاد يكون تاريخي وجيد، مطار دولي يستقبل رحلات دولية ومحلية، أموره جيد. لكن القضية أن في الطائرة هناك عطل في الطائرة بذاتها حسب ما أبلغ الطيار. الرحلة كلها من لاهور إلى كراتشي لا تزيد عن ساعة، لكن قدر الله، الله أعلم ما هو سبب العطل في الطائرة. إذن الرحلة من لاهور لكراتشي لا تزيد عن ساعة بالطائرة. نعم. طيب فقط سيد يوسف تفضل بالبقاء معي، دعني فقط أنوه بأن هذه الآن الصور التي نتابعها معكم مشاهدين على شاشة سكاي نيوز عربية صور مباشرة من هذه المنطقة، من منطقة حي شعبي مكتظ، هذه المنطقة التي سقطت فيها الطائرة الباكستانية والتي كان على متنها عدد من الركاب، أنباء تتحدث عن 107 ركاب كانت في طريقها من لاهور إلى كراتشي، لاهور إلى كراتشي. سيد يوسف كنت تتحدث عن المنطقة الجغرافية، يعني تتحدث تقول بأنك تعلم هذه المنطقة كونك كنت تسكن أو تعيش فيها من قبل. المطار، مطار كراتشي كم يبعد، أو هذه المنطقة هذا الحي الشعبي كم يبعد عن المطار؟ ملاصق، هذا ملاصق لجدار المطار، هو حي كبير، حي شعبي كبير و يمتد الى جدار المطار، وبال من الجهه الاخرى في الطريق الى 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 مدن اخرى في السند الى اسلام اباد، هو ممتد كبير، يعني هذا الحي يعادل بلده وليس صغير ابدا، حي كبير جدا. وهو مكتظ على ما يبدو السيد يوسف من هذه الصور نتابع بان هناك عدد من البيوت. أنا قلت لك أني كنت أسكن فيه وأعرفه جيدا. وبالتالي يعني حدوث مثل هذه الحادثة وسقوط طائرة، هل يمكن أن نتوقع أن يكون هناك عدد من الضحايا؟ لا يستبعد ذلك أبدا، لأن الحي كما ذكرت حي شعبي، والآن الناس تخرج للتسوق للعيد، وربما الأعداد خارج البيوت ليست قليلة، فقط ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعافي الناس. أما
الأمر طيب سيد يوسف فعلا كارثة. سيد يوسف تفضل بالبقاء معي. ينضم إلينا الآن أيضا من القاهرة سيد محمود صحفي محمود فيصل. سيد محمود أهلا بك معنا. في ظل المعلومات المتوفرة حتى اللحظة حول هذه الحادثة ماذا يمكن أن نستنتج؟ طبعا من الواضح أن الحادثة يعني ما زال الموقف غامض، ولكن سقوط الطائرة بهذا الشكل واضح أنه في حدث عارض أو مفاجئ حصل أدى إلى سقوطها بهذه الكيفية. ربما في خلال الساعات القليلة القادمة سوف نستطيع أن نستجمع بعض الظروف عن حالة الطائرة، الوضع الفني للطائرة، الوضع الفني للطاقم الطيارين. يعني كل هذه العوامل سوف تكون لها يعني بعض الدلالات التي تشير إلى احتمالية ما حدث، لأن كما نعلم جيدا حوادث الطائرات بيكون لها ظروف معينة. ما حدث في قمرة القيادة، ما حدث قبل أن تقلع الطائرة، ماذا أبلغ به الطيار أثناء قبل إذا كان حدث له حدثت مشكلة أم لا، كل ذلك سوف نعرفه في الفترة القليلة القادمة. ولكنه طبعا حدث يعني كارثي وغريب حتى الآن في نفس الوقت. طيب سيد محمود بكل تأكيد نحن في انتظار معلومات أكثر، ولكن حسب اللحظة المعلومات المتوفرة وكما ذكر ضيفي قبل قليل سيد يوسف بأنه هناك معلومات تتحدث بأنه كابتن الطائرة والطيار اتصل بالمطار وقال بأن الطائرة هناك عطل ما على ما يبدو قبل موعد هبوطها بدقائق. طبعا نحن في انتظار تأكيد هذه المعلومات من مصادر رسمية، ولكن إن كانت هذه المعلومات صحيحة ماذا يمكن أن نقرأ؟ هناك بعض العيوب التي تحدث في الطائرة تحتاج إلى تدخل سريع من طاقم الطائرة، وتحتاج أيضا أن تكون الطائرة على ارتفاع عالي حتى يستطيع قائد الطائرة أخذ الوقت الكافي للتعامل معها قبل أن تهبط أو قبل أن تسقط سقوط مفاجئ. في حادثة التي أمامنا حتى الآن الارتفاع لم يكن عالي جدا، لذلك نعتقد أنه إذا هناك بعض العيوب التي تحدث سواء في المحرك أو في ضغط الطائرة أو في بعض العيوب الكهربائية أيضا التي أو بعض العيوب الخاصة بالهيدروليك أو المحركات، في بعض الأوقات تكون عيوب فجائية إذا لم يكن هناك الوقت الكافي للتعامل معها أو هناك ارتفاع معين عن سطح الأرض للتعامل معها تسقط بمثل هذه الطريقة. فنحن في هذا سوف يظهر جيدا، لأن الطيار دائما عندما يبلغ عن العيب يبلغ عن الإطار العام للعيب أو الشكل العام للعيب، وهذا يظهر لنا كفنيين كيفية بداية التعامل معه وشكل سقوط الطائرة في النهاية. ماذا تقرأ سيد محمود من شكل سقوط الطائرة؟ على ما يبدو أنها كانت يعني تحطمت أثناء هبوطها، انحرفت عن مسارها. ضيفي يقول بأن هذه المنطقة والحي الشعبي يبعد حوالي تقريبا يعني مسافة بالكيلومترات ربما تحسب، بالتالي هل يمكن نقرأ هنا شيء سيد محمود؟ وأيضا نقطة أخرى، طراز الطائرة هو إيرباص 320، كنت تتحدث عن موضوع العيوب التقنية، وبالتالي عيوب تقنية فنية شائعة بالنسبة لهذا الطراز من الطائرات سيد محمود. هو في العموم طراز الإيرباص 320 طراز حديث متطور، ولكننا أيضا سوف نحتاج أن نعرف بعض التفاصيل عن تاريخ الطائرة في الشركة نفسها، هل هي من الطائرات الحديثة أم القديمة. ولكن في نفس كل الأحوال طراز الإيرباص 320 من طراز متطور تقني، عيوب الفجائية أو عيوب الأسطح فيه قليلة وليست كثيرة. سقوط الطائرة طبعا في هذه المنطقة السكنية وبهذا الشكل طبعا خالص عزاءنا للضحايا جميعا هناك، ولكن واضح جدا أن الطيار لم يستطع أن يسيطر على الطائرة حتى في أن يتجه إلى منطقة غير مأهولة أو بعيدة عن المنطقة السكنية. وهنا يكون مبدئيا التحليل المبدئي أنه حدث له عيب في أحد الأسطح،
تأسطح الطائرة التي تحركها سواء للارتفاع إلى الأعلى أو لليمين أو لليسار هي من الأشياء الصعبة جدا التي لا يستطيع الطيار التحكم في قدرة الطائرة حتى في توجيهها لتبعد عن مكان معين أو منطقة معينة. فأغلب الظن حتى الآن أنه يعني عيب في أحد الأسطح، وهذا عيب وارد وربما يكون موجود، هو غير متعارف عليه كثيرا في الإيرباص 320، ولكن العيوب الطارئة ليس لها موعد أو ليس لها تاريخ يجب أن تكون مرتبطة به. وهنا ربما سيد محمود يجب أن يطرح تساؤل عن خبرة الطيار، لأي مدى هي هنا فعلا مهمة وقد تلعب دور. سعود إليك بعد قليل سيد محمود، تفضل بالبقاء معي. أعود مجددا إلى ضيفي سيد يوسف برماوي. سيد يوسف تنضم إلينا من إسلام أباد، هل من معلومات جديدة الآن صدرت عن وسائل رسمية ربما باكستانية حول هذه الحادثة؟ لا، ليس هناك معلومات جديدة هامة، إلا أن العدد الذي يذكرونه هو 91 راكب وثمانية هي ثمان أشخاص هم جهاز الكابتن والمضيفات، ثمانية أشخاص، أي أن المجموع تقريبا 99 المجموع من كان في الطائرة. وكما ذكرت لكم سابقا هذا الحي حي مدى الكولوني ملاصق للمطار، بمعنى أنها وصلت إلى المطار كانت على وشك الهبوط، ليست بعيدة عن المطار. والمعلومات تقول بأنه كان المتوقع خلال دقيقة أن تهبط خلال دقيقة، لأن الطيار اتصل وقال أن هناك عطل ولا يستطيع الهبوط. وبعدها سقطت الطائرة، لم يستطع الطيار أن يتجنب السقوط في المنطقة السكنية، لابد من أن هناك أحداث فنية لا أعرفها. شكرا لك سيد يوسف على المشاركة معنا. يوسف برماوي الصحفي كنت معنا من إسلام أباد. أعود مجددا إلى سيد محمود. سيد محمود، ربما استمعت الآن إلى ما تحدث عنه ضيف السيد يوسف، إذن بأن الطائرة كان يفترض يعني على وشك الهبوط، خلال دقيقة أن تهبط هذه الطائرة، بالتالي هل فعلا كل السيناريوهات هنا واردة سيد محمود؟ هل يمكن فقط الحديث عن خلل تقني، وماذا عن فعلا خبرة الطيار هنا سيد محمود؟ واضح جدا أن الارتفاع كان قريب جدا من الأرض، واضح جدا أنه كان يستعد للهبوط وأن كل شيء كان اعتيادي. أتوقع أو يزيد احتمالية التوقع الآن أن العيب الذي حدث في أحد الأسطح الرئيسية التي تتحكم في تحرك الطائرة سواء إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الأعلى وإلى الأسفل، وهذه تسبب له صعوبة شديدة في أن يستطيع أن يقوم بإيصال الطائرة إلى مقر المطار أو مدرج المطار يعني. تمام، ولذلك نجد أننا في هنا خبرة الطيار لا تستطيع أن تكون لها دور، لأن يحكمه مسافة ويحكمه وقت وتقدير وتحكم، وهذه تكون من أخطر الأشياء التي يتعرض لها الطيار. هو طبعا يعني رحمة الله عليهم جميعا، هو كان سيء الحظ جدا، لأن العيب في هذه المنطقة تحديدا إذا نحن لا نعرف سيد محمود إلى الآن يعني هل نجا أحد أم لا. نعم. أم الجميع، نحن في انتظار ما تحدث سيد محمود من حادثة ركاب من هذه الحادثة؟ هي طبعا احتمالية تكون ضعيفة بكل المعاني والمقاييس، لأن حتى الطائرة إذا نزلت في المياه أو نزلت في منطقة صحراوية يكون هناك احتمالية أن تكون هناك بعض الإجراءات التي يقوم بها الطيار فيستطيع أن ينجو بقدر الإمكان، ولكن السقوط في منطقة مأهولة بالسكان والسقوط في منطقة سكنية بها مباني وبها يعني كثافات بشرية هو يكون من الصعب جدا ان نتوقع ان يكون هناك يعني ما زال احياء، ولكن نتمنى ان يكون هناك من نجاهم الله باذن الله يعني، ولكن في مثل هذه الظروف لم يحدث من قبل يعني ان يكون هناك من نجوا من هذه الحوادث يعني. سيد محمود تفضل بالبقاء معي. ينضم الينا الان ايضا من اسلام اباد الصحفي زهير اشرف. سيد زهير اهلا بك معنا، نود ربما ناخذ منك تفاصيل اكثر حول هذه الحادثه، ما الذي او كيف يتم تداول هذه الحادثه في وسائل الاعلام الباكستانيه؟ في الواقع لم يتم الاعلان عن التفاصيل بشكل كامل حتى الان،
الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الساعة 1:05 وكان على متنها 98 راكب بينهم طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد وسقطت الطائرة في منطقة سكنية قريبة من مطار كراتشي أي قبل تقريبا دقيقة واحدة من هبوطها في المطار وقد هرعت قوات الجيش وقوات الشرطة إلى موقع الحادث لتنفيذ أعمال الإنقاذ والتعرف على الأسباب التي سقطت فيها هذه الطائرة وكانت هذه الطائرة قد سقطت بعد استئناف الرحلة بعد توقف شهرين نظرا لتوقف هذه الرحلات بسبب فيروس كورونا في انتشار فيروس كورونا في المنطقة منذ الشهر الماضي ولا زالت التفاصيل تأتي من مدينة لاهور ومن مدينة كراتشي وسنجمعها لكم إن شاء الله لاحقا بكل تأكيد ذكرت موضوع استئناف الرحلات بعد شهرين التوقف بسبب إجراءات الاحترازية لفيروس كورونا سيد زهير لو تعطين تفاصيل أكثر ما مدى الرحلات نسبة الرحلات التي تم استئنافها هل نتحدث هنا فقط عن رحلات داخلية وسعة المطار كراتشي كم كانت تقريبا سيد زهير إن كانت لديك معلومات من هذه الرحلات طبعا هذه الرحلات التي تم استئنافها هي رحلات داخلية وهي التي تم استئنافها قبل فترة تفاديا لوقوع أي حوادث بسبب الأسباب التي أدت إلى توقيتها وقد استأنفت هذه الرحلات بعد تقريبا شهرين وكانت قوات الجيش والشرطة تشرك بشكل مباشر على وتشرف حاليا على عملية الإنقاذ ولا تسمح للمدنيين بدخول المطار خشية لوقوع المزيد من الإصابات طب سيد زهير لا أدري إذا كانت لديك معلومات ولكن كيف يمكن يعني أن تصف بصورة عامة حالة طائرات شركة الطيران الباكستانية كون أن هذه الطائرة التي سقطت هي تابعة لشركة الطيران الباكستانية وطراز الطائرة التي سقطت هي إيرباص 320 وكما ذكر قبل قليل ضيفي هي نوعا ما يعني الطائرة تعتبر من الطراز الجديد طبعا لكن طبعا هي حوادث يعني ممكن تحدث مع الطائرات الجديدة يعني ليس بشكل معين يعني أن تكون الطائرات قديمة باكستان طاقم الطائرات الباكستانية قديم على أي حال ولكن هناك طاقم جيد من المهندسين في مهندسي الطائرات يعرف بسقطة الطائرة وهي تابع طائرة ستسقط في باكستان كم تستغرق الرحلة سيد زهير من مطار لاهور إلى مطار كراتشي؟ تقريبا ساعتين إلى 10 دقائق أو ساعتين إلى شيء يعني هيك 5 دقائق 10 دقائق طيب
طب تفضل بالبقاء معي سيد زهير. دعني فقط أذكر عما نتحدث ونتابع مشاهدينا. تحطمت طائرة ركاب باكستانية في مدينة كراتشي جنوبي باكستان. سقطت الطائرة التي كانت قادمة من مدينة لاهور في حي سكني، سقطت على حي سكني. وقالت هيئة الطيران الباكستانية أن الطائرة كان على متنها 99 راكب وثمانية من أفراد الطاقم. الجيش الباكستاني أعلن إرسال وحدات للتدخل السريع إلى موقع تحطم الطائرة للمشاركة في عمليات الإنقاذ. وهذه الصور مباشرة من هذه المنطقة، حي شعبي سقطت فيه هذه الطائرة الباكستانية أثناء هبوطها في مطار كراتشي، حي سكني شعبي مكتظ بالقرب أو تقريبا ملاصق لمطار كراتشي حسب المعلومات. وكما تحدث ضيوفي قبل قليل، كانت على وشك الهبوط هذه الطائرة، تقريبا دقائق تفصل عن هبوط هذه الطائرة. معلومات تتحدث بأن الطيار كان يتحدث ويتصل بالمطار بأن في الطائرة عطل ما. والآن نتابع هذه الصور من هذا الحي السكني، وهناك تصاعد للدخان والأتربة بعد سقوط هذه الطائرة. أعود مجددا إلى ضيفي السيد محمود فيصل، خبير السلامة الجوية، منضم إلينا مجددا من القاهرة. سيد محمود أهلا بك معنا مجددا. الحديث الآن عن عطل فني حسب المعلومات، يعني تتحدث نحن في إطار الرصد والتحليل بكل تأكيد إلى أن تصدر معلومات رسمية من مصادر رسمية باكستانية حول أسباب سقوط هذه الطائرة، ولكن إلى أي مدى يمكن هنا نفي أو هناك نفي أي شبهات بأي حادث إرهابي؟ الاعتماد الأول والأخير في الإثبات أو النفي يكون على الطيار، لأن الطيار إذا شعر بأي هجوم إرهابي أو بأي حالة طارئة غير تخص الأمن على الطائرة، فهو عنده أدوات، الكثير من الأدوات ليعبر عنها، يستطيع أن يبلغ عبر اللاسلكي وهو أبلغ بالفعل عن وجود عطل فني، يستطيع أن يرسل بعض الإشارات لبرج المراقبة، وخصوصا أن الارتفاع كان قريب من الأرض التي تشير أن لديه ما يهدد أمن وسلامة الطائرة. يعني أعتقد حتى الآن أن هذا الأمر شبه مستبعد، لأنه لا يكون بهذه المفاجأة، خصوصا أيضا أن هذه الفترة من قبل سقوط الطائرة على الأرض يكون الطيار والطائرة جميعها في حالة يعني التزام وثبات كامل وربط للأحزمة واستعداد للهبوط. هناك إجراءات واستعدادات للهبوط أهمها أن تكون الطائرة في حالة أمان وثبات كامل. فالجزء الخاص بالإحلال بالأمن أو الهجوم الإرهابي هو يعني مستبعد جدا في هذه الظروف، وخصوصا أن الطيار أبلغ صراحة أن لديه عطل فني. طبيعة العطل الفني كما ذكرت أتوقع جدا أن يكون عطل في أحد الأسطح الرئيسية، هو الذي يصعب على الطيار التحكم في الطائرة ويؤدي إلى الهبوط المفاجئ أو السقوط المفاجئ بهذه الطريقة. وبالتالي الموضوع الآن يعتمد سيد محمود ربما على الصندوقين الأسودين للطائرة. طبعا، وفي حالتنا هذه الصندوقين الأسودين سيتم استخراجهما بسهولة وليس بصعوبة، وسيكون في حالة جيدة لأنهم لم يتعرض لأي ظروف صعبة. فالسقوط في منطقة سكنية رغم خسائر البشرية المهولة والصعبة، ولكن بالنسبة للصندوقين الأسودين سيكون في حالة جيدة وسيتم تحليل البيانات، وفي غضون شهر على الأكثر سوف تكون الصورة مكتملة وواضحة. طيب سيد محمود، أعود مجددا إلى تساؤل، يعني سؤال وجهته إليك، موضوع خبرة الطيار إلى أي مدى يعني الطائرة وهذه الرحلة كانت رحلة داخلية، ماذا عن خبرة الطيار؟ وبرأيك في ظل المعطيات الموجودة حتى اللحظة، هل كان باستطاعته فعل أي شيء؟ هل كان باستطاعته ربما إبعاد هذه الطائرة عن هذا أو هذا الحي الشعبي المكتظ؟ يعني استطاع أن يبلغ برج المراقبة بأن لديه عطل فني، وهذا هي إشارة أنه طيار محترف، وأنه رغم الفجأة ورغم القرب من الأرض ورغم كل الظروف التي كانت ضده، إلا أنه التزم بالاحترافية واستطاع أن يتواصل مع برج المراقبة في هذه اللحظة.
يجب أن نعي جيدا أن هذه اللحظات الطيار عندما يكون قريب من الأرض بهذه الصورة يعني ممكن جدا المفاجأة تسبب له عدم قدرة على سرعة رد الفعل أو سرعة التصرف. ولكن الإشارة الوحيدة التي لدينا أنه تواصل مع برج المراقبة فهي إشارة في حقه جدا وتثبت أنه كان لديه وعي جيد وقدرة على الاحترافية. أما التحكم نفسه في الطائرة فنحن نعلم جيدا أن هناك عيوب في الأسطح الرئيسية، هي عيوب مفاجئة. قرب الطائرة من الأرض تكون تجعل يعني تتسبب في شبه استحالة أن يتحكم الطيار في الطائرة، ليس لإبعادها فقط ولكن للحفاظ عليها حتى في الهواء أو لأخذ رد فعل سريع بأن يتجنب السقوط على الأرض وأن يعود مرة أخرى إلى الهواء ليعيد بعض الإجراءات التي تساعده في الهبوط مرة أخرى. هنا أعتقد أن سيكون السبب الرئيسي في الحادثة أو السبب الرئيسي في كل ما حدث هي المفاجأة وهي القرب من الأرض. فتكون هذه هي محور الأحداث. العطل الذي حدث مع المفاجأة والقرب من الأرض هو الذي أدى أن نصل إلى هذه الشكل. هل تتوقع سيد محمود أظن المقاطعة فقط لأنه طراز الطائرة الحديث بأنه إيرباص 320 وبما أننا نتحدث عن ربما هناك يعني عيب تقني أو فني تعليق هذه الطائرات من هذا النوع من الطيران؟ هذا صعب جدا لأننا لا نستطيع أن نحكم على الطراز في الوقت أو اللحظة. طراز الإيرباص 320 بدأت شركة إيرباص تصنيعه منذ عام 89 ومنذ هذا العام حتى اللحظة هو طراز يحقق نجاحات ووسائل أمان متعددة. حتى الطائرات القديمة للإيرباص يعني 320 يعني هناك طائرة تم تصنيعها سنة 89 وهناك طائرة تم تصنيعها عام 2019 جميعها وكلها تتميز بمعدلات الأمان العالية من المعدلات التقنية بكل تأكيد. شكرا سيد محمود. أن تكون هي السبب. شكرا لك سيد محمود، بالتأكيد نحن في انتظار تفاصيل أكثر من مصادر رسمية. شكرا لك سيد محمود فيصل خبير السلامة الجوية من القاهرة. إذا مشاهدينا بعد نصل لختام هذه الساعة، إذا بالتأكيد سنوفيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة في نشراتنا القادمة. إلى اللقاء.